واليوم جلسة من أفضل يعني الجلسات، الجلسات يعني كثيرة طيبة وجميلة. ويقول لك للفخامة عنوان، وخلونا نشوف. يقول بسم الله أبو عبد الله، شلونك؟ طيب إن شاء الله ويعلّه مبارك الموتر. زين، وخلنا نشوف الحين شنو الأوضاع. وهذا اللي جهزناه بالرياض وشفناه ما شاء الله تبارك الله. زين، وعندنا حمام، لكن منو اللي يطبخ الحمام؟ أبو نورة. السلام عليكم. الحين نشوف الأمور هذه كل هالجلسة، خلنا نسلم على أبو نورة. يا هلا بالحبيب، أحبك في الله. انت من الله. الناس يعني ما نبي امدحك، المدح بالوجه مذمه يقولون، صح المثل هذا؟ نعم. نعم الله حتى عليك. يعني. الله يسلمك غالي والله ابو نوره. وتشرفت بلقائك ابو نوره والله. الساعه المباركه هذه اللي وهني محبه الناس بعد. الله يسلمك وهنيك بعد وغبطك على محبه الناس فيك يا ابو سعد. يا مرحبا. الله يسلمك. والحين ابشر، نبي نشوف هالدلال. زين، هذه كل ابوها ما شاء الله، الطقم الحلو الطيب. والحين نشوف طال عمركم وش هالقعده هذه ما شاء الله تبارك الله. ونشوف القدور الضغط ملات ابو نوره، وراح ترى في ايفون واحد من الجدور هذا اللي الحين نبي نشوفه، اللي عنده نفسه ياخذ ايفون. لكن اول شيء خلنا نصورهم نشوفهم. زين، شوف الشغله القديمه الحلو شكله. نشوف النوادر ابو سعد. نوادر 3.5 صعبه تلقاها. حلو، الحين نفسر ان شاء الله كلهم. هذا اللي كلها 14 نادر الجدر. حلو، تمام. شوفون عنقب، نبي نشوف قعدتنا الحلوه هذه ما شاء الله. ارحبوا. يا مرحبا. الله يسلمك ان شاء الله. شوف جلستنا ان شاء الله الحلوة هذه، وراح نتكلم عن القدور هذه. وفي قدر الحين اطلعه، واللي عنده نفسه ياخذ ايفون اخر موديل. شوفوا يا اخوان، الحين راح نقولكم تفاصيل عن الجدور الضغط هذلي من النوادر ومقطوعات بالسوق، ويعني من اي سنة مقطوعات من السوق. مع اخوي ابو نورة. ابو نورة، تحدثنا عن الجدر هذا. هذا من الدرن يعني. حلو. من النوادر، بس مو بندرها، اندرها بيجي بعد 3.5. حلو. صعبة تلقى بالسوق، سعره فرنسي. ها هي كلها فرنسي. نوعه اسمه سب فرنسي. سب. حلو. ما عندي الا الفرنسي. تمام. والثاني هذا، هذا الموديل يمكن 77 تقريبا، سنة 1977. اي اذا. حلو. مو وراها شوي. كم شاري؟ كلهن ما دون يعني ارخيص فيهن على 60. ارخص واحد 60. اي ترى كل ما نزل، كل ما صغر الحجم، مثل هذا اللي يسمونه النوادر ينقل. حلو. وهذا؟ هذا موديله 62 او 63، بس العروات هذه من اندر النوادر، صعبه تلقى هذه. هذه اي اي ما يعرفها للي هوي. هذه وهذه من اندر النوادر. تمام. وهذا؟ وهذا نفس هذا. لا هذا موديله يمكن 78 79 تو قريب، بس يعني 14 حجمه هم نادر جدا. حلو. وهذا يا ابو نوره، انت قلت شوفوا يا اخوان، شوفوا الجدر هذا، شوفوا مسكاته قبل ان نتكلم عنه، وشوفوا ختمه هني. يقول اخوي ابو نوره، اللي يلقى نفسه ياخذ له جدرين من النوادر، وياخذ له ايفون، او ياخذ له جهاز ايفون اخر موديل. ايش معنى هذا يا ابو نوره؟ هذا شركه سب. شوف فتحته. حلو. بوري. تمام. الطريقه هذه تفتح، هذا ما فيه. الشركه هذه ما نزلت، ما اظن احد عنده. حلو. وثاني شيء قديم صنعته، ترى مو بجودة نفس اللي بعده. خفيف شوي. حلو. يفتح على فتحتين. حلو. الفتحة هذه والفتحة هذه، خلي اللي عنده على الطريقة. حلو. وهذا الجد. كم شريته؟ هذا طلع علي يمكن وصلني 180 170، والله ناسي السعر بالضبط. يعني جايبه من برا هذا؟ ولا ختم، هذا ختم. حلو. طيب وهذا يا ابو نوره؟ هذا حمر. يعني التلوين في الشركة قطعته. حلو. قطعته التلوين. طبعا. هذا يبين منيك أي موديل. هذا يمكنه جديد في 73. ايه. هذا أي موديل؟ هذا 77. موديل 77. شهر واحد. شهر واحد صناعته. اي. حلو. 6 لتر من النوادر. طبعا هذول كل اللي نشوفهم أنت شاريهم من فرنسا. كلهم فرنسا. انت شاريهم من فرنسا، يعني ما في واحد بالكويت شاريه من داخل الكويت اقصد. يمكن الفرنسيات اللي اخذت من الكويت يعني عدد قليل مو واجد. حلو. وهذا انا عندي فوق 60 ترى جدر ما شاء الله، بس هذا اللي من اندر النوادر. حلو. ما في الالوان هذه ترى قليل تلقاها. هذا الموديل. حلو.
هذا 73 شوف شهر 3 حلو. والثاني؟ الثاني 77 أظنها و 73 ويجي. زين هذا اللي عاد عروات غير ممكن نشوفهم. مو عروة كله غير هذا. هذا. نتكلم عن هذا يا ابو نورة. طبعا سب فرنسي تمام ولا لا؟ ايه تفضل. هذا طال عمرك 6 لتر من النوادر. بس موجود بالسوق بس سعره غالي مو رخيص. كم؟ يعني بحدود 120 30 على حسب لان له رغابه حيل ولا ولا موجود وعلى حسب النظافه. حلو. يعني شوف من داخل نظيف. هذا من اول ما صنعت شركه سب الجذور هذه بعدين وقفت ما عاد تصنع. حلو. يعني من الستين وقفت شركه من سنه الستينات وقفت. هذا بكم مصنع 52 ما يحطون عليه تواريخ. الختم القديم اللي الختم هذا عارف انه قديم حيل. حلو ما شاء الله تبارك الله من النوادر هذا الحين. ابو نوره هلا ابو سعد. شيء اللي خلاك يعني تقتني جذور الضغط هذه اللي النوادر؟ والله انا احب التلال والغواري بس تولعت بجذور النوادر. حلو. ما في بالكويت. حلو. السب هذا اللي ما اتعب عليهم في فرنسا ادورها ما القاها طبعا. عن طريق النت ولا عن طريق؟ عن طريق النت. واللي اسال الله ان يشافي مرضاهم في فرنسا. حلو. يجيبونه معاهم. حلو. وتعب يعني انا اكثر من 60 جدر عندي ما شاء الله تبارك تقول الله. تقول تطبخ فيه؟ شفت مخزنك انا. شفته ما شاء الله مخزنك الجديد توك مسويه بعد. توني مسويه ولله الحمد. بس انه ما يكفي بعد. حلو الله يبارك. الله يجزاك خير. بس انا عندي المصدي يعني افضل من هالنوادر هذه. والله مصدي اغلى منهم كلها صراحه شفته. ايه صدمني والله. 6000 6000 عضو مجلس الامه عود الرويعي قال 6000. الله يسلمك. صادق والله هو يستاهل. ترى السعر ترى مرات ايه يكون من غلط. السعر يجي من غلط ترى. الفلوس تروح وتجي بس راسك تغلي هالشيء عدل. والله لو ايش ما كان تدفع لي. انا اشهد. واذا غالي واذا عند راعي غالي لو يبدوا لك الملايين ما تبيعه عدل. الله يحفظك. وانت غالي يا ابو نوره. عز غالي. الله خاشمك. ما شاء الله تبارك الله. افضل من قبل شوي. واحبك في الله يا ابو نوره. احبك الله الذي احببتنا. الله يسلمك. الحين شو انت بتسوي لنا؟ انت خيرتني ما بين حمص الحمام القمري. حمص ولا شوي ولا كبسه؟ حلوة الدخل هذا اللي نسويه على جنب. لكن أبي كبسة من يدينك الحلوة. كبسة حمام القمري. تمت أفراحك. تمت أفراحك. تبشر بالجنة. وهذا طال عمرك هتدخل إن شاء الله بسوي هنا أبو نورة لنا كبسة الحمام البر. أبو سعد قال اسمه انا شد. هذا من وين؟ هذا من ديرتك اللي تروح له دائما المغرب. بحق هذه لازم تودينا له. تبشر والله. تبشر بالجنه. هلا دهران. هلا بالشيخ. انت قلت لي لا تقول لي تكفى لكن ايش قلت لي؟ والله احب راسه. الله يبيض وجهه. ها يا دهران. الله يبيض وجهه. هذه علشانك يا دهران حبيت راسه. ويستاهل من يحب راسه. اي والله تراك من الناس والله اللي يحبهم في الله. وتراك جيت الكويت يعني انت غالي والغالي ما نزعل عليه. ما سيرت علينا والله. غالي غالي ومن الناس اللي احبهم. وبجي الرياض قريب بسير عليك من اول الناس اللي اجيها. اي بالله والله يا دهران قسما بالله انك تستاهل. واعتبرك من النوادر ولا قصور مبحد. شرواك كثير عرفت شلون. لكن حظي اني التقيت انا معاك ومع ابو نوره. شخصيه كل يحبه ما شاء انا اشهد. انا اشهد شخصيه. انا اشهد صعبه. الله يحفظك يستر عليك. اللهم امين. اي أيوة والله والله اني اقولها من قلبي. ابو نوره يا مرحبا. الحين ان شاء الله تبي تسوي لنا عشاء من الجذور النوادر. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. والحين نقول بسم الله ونبدا باذن الله. ابو نوره هذا كم مواليده؟ سبع مواليده 63 73 اكبر مني بثلاث سنين. ما شاء الله طبعا. انا ما راح اقول مواليدي زين. لا لا لا. ايه والحين نبدا ان شاء الله نسوي الدخل والحمام حمام المغرب بعد شوي. نعم.
ونقول بسم الله ونبدا. اول شيء يا ابو نوره تحط طبعا الله يحفظ لك نوره ان شاء الله. الله يجزاك والمسلمين اجمعين. نحط اول شيء الحمام قلت لي بعد نزله ونحط فوقها. انت واسامه القصار تقولون وننزله. ايه؟ انا اقول لا نحطه عكسكم. الا نفس الشيء. حلو تمام. سلم لي على اسامه القصار سلام كثير واتمنى اني التقي فيها الانسان المحترم هذا. بالاخلاق الرجل هذا. نعم ونعم والله ابو اسامه. ما عليكم زود. الله يسلمك. وبعدين نحط الدخل فوق هنا او الطيور الصغار او الشحيمي هذول هنا. نصفهن صفه. بس ابو سعد تقول يبي دهن. انا ابي ما تشيل ما تشيل الدهن منه يا ابو نوره. تسلم تسلم. بعده نزل البهارات والبصل والملح مع بعض. حلو. بعدها نكب العيش. حلو. بعدها تطلع مدهنة. وبسم الله. بسم الله. والحين يا ابو نوره على قولتهم تحمسن على الخفيف لحد ما يخدر ويطلع دهنهن ويروح الماي اللي كنا نغسله فيه. عدل؟ صحيح. بعد الحين ننظر شوي. ايه. بعد نحط البصل. نبي نحط دهن. لا 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 نبي نشيل دهن. لا لا تشيل الدهن خله. والله انا خايف على الشباب. مالك شغل مالك شغل. شباب انت قلت شباب مو شباب. بس تمام نشف الماي الحين. يطلع الدهن عليت على النار لهذا السبب. لهذا السبب. بعدين شويه ريحه اصغر شويه. أيوة بس ما عليه البصل والبهارات يروح. ايه تعرف ابو سعد ومنكسب نفسك. ايه صيدلي الطازج غير. ايه لا صار مثلج مده. ايه تطلع فيه شوي لازم تتعب عرفت. عدل عدل. وما لحق تسمع صوت الدهن يطقطق نحط البصل عليهم ان شاء الله. والحين حمسن بعدين البهارات باذن الله. بس حمستين نزل ايه. البهارات. ما تنطر شوي البصل يذوب يا. ايه ناخذ حمستين دقيقتين. بس تمام. ما نقول حمستين دقيقتين. عيد اللي قلت لي يا ابو نوره. بخصوص الطيور هذولي. حلو. بعض يعني الافضل ان اقول الطيور ايه؟ الصغار طريقتي. حلو. احمس الطيور لين ما يطلع الدهن بعدين احط البصل دقيقتين ثلاث لما اشوف البصل يتغير لونه. حلو. بس ما يسود. ايه؟ احط البهارات وقلب شوي يصب الماء وخليه يطبخ لين ما يطلع. بس تمام. اي ابو نوره ننزل دول بهاراتنا بسم الله. حلو. بس البهارات هذه بس البهارات. بس تمام. والحين يا ابو نوره طبعا قبلها حطيت ماي شويه بس على اساس ايه مسك الدهن تحت. حلو تمام. صار اسود. تمام. وتفك بالماي شويه. حلو تمام تمام. الحين نحط الماي بعدين نطبقه. بس ممتاز. ما تحط ملح؟ ملح بعد ما يقلب قلبه وحده او احط الحين نفس الشيء. انا بالعاده شو اسوي؟ اول شيء احط ملح بسيط تمام ولا لا؟ لكن قبل لا احط العيش احط الملح الكامل. هلا ابو فهد. هلا ابو سعد. انت قلت عندك نفس الجدر هذا ويذهب الايفون ابو نوره عدل؟ اي نعم عندي الجدر الاصلي الالمنيوم السب الاصلي الاصلي السب الاصلي القديم حيل. زين لا ابي لي نفس هذا ابي لي نفس هذا. ما اشوفك انا الحين انا قاعد اتكلم لان تليفوني هذاك حيل. بس تمام ابيك تصوره ودز لي على اساس نشوف. اذا الالمنيوم نفس هذا ابو سعد. ايه. له ايفوني اثنين يقول لك تحداك ترى ايه. وقلنا يقول لك ابو فهد بعد تستاهله. تستاهل. لا تستاهل الطيب ابو فهد بيض الله وجهك والله يجزاك خير. عمرك الالمنيوم الاصلي الثقيل كانك تعرفه. ايه. بس تمام بس شوف ابو فهد صوره ودزلي خلنا نشوفه زين. ما يخالف لو وصلت البيت يمكن بعد ساعه اصوره ان شاء الله. ما في مشكله ما في مشكله. قال له انا يوم وديته حق هذول بشتري له بزبوز فديه منك باي قيمه وكذا منين لك؟ ايه. قلت هذا عندي من زمان وقل له ترى ما انطبخ فيه الا يمكن ثلاث طبخات الله اعلم. بس خلاص خلنا من توصل البيت ارسل لي اوكي؟ الله يبيه. ابشر 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 اصورك لك كامل. اعطني ايفون يا ابو فهد ابي له واحد قال لك اثنين. خلها اثنيناتهم يا ابو سعد. انت يا بعد راسي والله. والله عندي اغلى منك وقل له بعد يقول لك ابو فهد خذ الجدر لك بعد. به يا مال عافيه. بيض الله وجهك هذا من طيبك. حاضر اللي خاوي الحر حطه منزله. يا بعد راسي والله فيك وفي والله والله ونعم. كفو كفو يا شيخ. كفو كطيب. الله يكثر امثالك. الله يكثر امثالك. كفو كطيب وتستاهل الهديه اللي قلناها كان نفس الجدر. تمام. طال عمرك ندعم الطيبين اللي مثلك تستاهل وخلها عندك
وخلنا بعد الناس تشوفه بعد. بس تمام يلا بانتظارك وصوره لي يا ابو فهد بعد ما أبشر توصل. تبشر بالجنه. الله يسلمك يا مال العافيه. سلام عليك. سلام. ايش كثر خليتني اطبخ؟ خليت تقريبا إيه؟ فعليا من يصفر 20 دقيقة. حلو تمام تفضل. والحين نحط العيش او ننزل العيش؟ نقول نكب العيش. يلا حط العيش. تراها مدهنة ما شاء الله. ايه انا اللي ابيها ملحته يا ابو ملحته 100%. بس تمام ممتاز ممتاز. والحين نطبق عليه ونسكره ومن شغل النار من ينسم ايش كثر تخليه؟ 10 دقائق. 10 دقائق على نار عادية ها؟ حلو. وجاري العزيز أبو فهد يا هلا ومرحبا. يا مرحبا يا مرحبا. أنت قلت لي في أماكن ما حد يدلها وزنقود، تبي تدلني إياها صح؟ أدلك إياها بس لا تعلم أحد. عشان رخيصة حيل. لا لا عشان تقول عشان لا يجونها ويرفعوا سعرها. لا لا عشان تقول ما علم. ما علم. إي هذه سالفتك القديمة. من الحين ما علم. هذه هي خلصت ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية أبو نورة. الله يسلمك ويبقيك يا رب. جزاكم خير على هالجمعة الطيبة الحلوة. الله يسلمك يا رب. بدنا لا تكرر. إن شاء الله تكرر. بدنا نسوي حفل للمتابعين بس لا برا دلج. إن شاء الله. الله يجزاك. الله يسلمك يا رب. سعد هذا طلبك. أيوة هذا اللي أنا أبيه ما شاء الله تبارك الله. هذه المدن. ما شاء الله تبارك الله. يقول ابو نور 1 2 3 يعد ابو نور. بسم الله ما شاء الله يعطيك العافيه ابو نور. الله يعافيكم. هذه المدهنه اللي قلت. الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله. لا اله الا الله. مرحبا. ضبط شايك؟ مضبوط انت مسكته؟ يبي يصير مضبوط. بس مضبوط انا اشهد. ما شاء الله هذا المصدي. تستاهله. تستاهله. يعطيك العافيه ابو نوره. الله يعافيك. مشكور وما قصر. شوفوا يا اخوان هالرجال هذا من الناس اللي يحبهم في الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. بحط لكم حسابه وارفع الشاشه وضيفوه وجه مبارك. الله يسلمك. يا مال عافية يا ابو عبد الله. الله يعافيك. على هالجلسه الحلوه الطيبه الحلوه. ترى الدلال هذه الصفه هذه ترى حركاته بعد ما شاء الله. تنظيم ابو سعد. حاضرين ودكشن يا اخي.